العنصر اللي عايزين ناخده في الفيديو ده هو شبه الكومبو بوكس كده. اسمه اوبشن مينيو، يعني انا هعمل كده اوبشن مينيو بيساوي، وهكتب ctk.ctk اوبشن مينيو بالشكل ده، بحيث ان الماستر هيكون الفريم، وبعدين هعمل اوبشن مينيو دوت باك، وخلينا نقول باد واي، مش باد واي ايكوال 20. ماشي، زي ما انت شايف الفريم ده او الاوبشن منيو ده الماستر بتاعه هو الفريم، وهديله بياخد خاصية اسمها الفاليوز بالشكل ده، بحيث ان انت بتديله شوية فاليوز زي اوبشنز كده تختار منهم. يعني مثلا ممكن نعمل كده في ميل وميل بالشكل ده، بحيث ان انا لو فتحت هتلاقي ظهر لك حاجه بالشكل ده كده، ده اسمه اوبشن مينيو، هو ده الاوبشن مينيو. لو ضغطت عليه هيقول لك في ميل ولا ميل، اضغط ميل ادي الشكل ده، في ميل هيبقى الشكل ده. طيب زي ما انت شايف، عايزين بقى نشوف الخصائص بتاعته ايه. فلو ضغطت كوما هنا كده وجيت تشوف، هتلاقي ان انت معاك حاجه اسمها البي جي كلر، لو جيت تخليها ريد هتلاقي زي ما قلنا هي ملهاش لازمه، يعني لو جيت تشوفها كده هتلاقي ان هي ايه اللي ورا الايه البوردر، فمش باينه فمش مهم يعني. طيب في عندك حاجه تاني اللي هي الايه البوتوم كلر، اللي هو السهم اللي على اليمين ده لونه ايه، فخلينا نقول مثلا لونه ريد، فلو جيت تشوف هتلاقي ان لونه بقى ريد بالشكل ده. طيب اكيد في الهوفر كلر بتاعه برضو، يعني فلو جيت تشوف كده هتلاقي اسمه بوتوم هوفر كلر، اللي هو الهوفر كلر ان انا لما بقرب منه بيحصل ايه، فخلينا نقول جرين مثلا، فلو فتحت كده هتلاقي اني لما بقرب منه هيبقى جرين بالشكل ده. طيب تعال نشوف عندنا خصائص ايه تاني. هتلاقي ان عندك حاجه اسمها الكوماند، ان انت لما تضغط على تختار يعني حاجه منه في امر معين هيحصل، الامر ده اللي هو ايه الفانكشن دي هتكون ايه، تعال نسميها او بي تي كوم مثلا، يعني دي الفانكشن اللي احنا هنعملها فوق، اللي هتتنفذ في حاله ان اي فاليو من دول حصل لها اختيار من الاوبشن مينيو. طيب فهنعمل الفانكشن دي فوق، هنعمل هنا كده ديف الفانكشن، وطبعا بيتمرر لها الفاليو، فتعالى نعمل برنت للفاليو دي اللي هي الفاليو اللي اليوزر اختارها. فلو جيت فتحت وهي دلوقتي في ميل، فلو ضغطت وضغطت على في ميل ظهرت في ميل، طب اضغط على ميل بقت القيمه ميل كده يعني. فانت ممكن تعمل حاجه بالشكل ده كده، ان انت لما تضغط في حاجه معينه هتحصل، يعني لما تختار امر منهم في حاجه معينه هتحصل. طيب في عندنا حاجة تاني، خصائص تاني، تعال نشوف هنا نعمل كومة بالشكل ده. طيب هتلاقي ان انت معاك الكورنر ريديوس، اللي هي الريديوس بتاع الكورنر ده احنا عارفينه. هتلاقي ان انت معاك دروب داون اف جي كلر، اللي هو الدروب داون كلر هيبقى عامل ازاي، تعال نشوف. مثلا لو انا خليته جرين بالشكل ده وفتحت، هتلاقي ان انا لما اجي اضغط هنا بالشكل ده هتلاقي لون الخلفيه بتاع الدروب داون اللي هو النافذه المنبثقه دي، لون الخلفيه بتاعتها ان هي جرين زي ما احنا قلنا. طيب هتلاقي برضو عندك حاجه اسمها الدروب داون هوفر كلر، اللي هو الهوفر كلر بتاع اما بقرب من كل اختيار منهم، فخلينا نقول ريد مثلا، بحيث ان ايه هي هتبقى لون الخلفيه جرين بالشكل ده، قرب من واحده منهم بقت لون الخلفيه بتاعتها ريد بالشكل ده. طيب في عندنا خصائص ايه تاني، هتلاقي ان انت معاك الدروب داون تكست كلر، اللي هو اللي ظاهر في النافذه المنبثقه التكست لونه ايه، وفي الفونت وفي الاف جي كلر، الكلام ده كله احنا عارفينه. اف جي كلر اللي هو ايه، اللي هو لون الباك جراوند بتاع نفسه، اللي هو الاوبشن مينيو، يعني اهو الاوبشن مينيو اهو ده لونه ريد اللي هو الباك جراوند دي. طيب تعال نشوف خصائص تانيه، خصائص تانية زي ايه، زي تكست كلر مثلا، اللي هو التكست اللي موجود جواها اللي هو موجود بره يعني، والتكست كلر ديسيبلد، والفاريبل، الفاريبل ده اللي هو القيمة اللي موجود فيها دلوقتي. فتعالى مثلا نديلها قيمة فاليو، والفاريبل اللي اسمه فاليو ده هيبقى من نوع سترنج كاركتر، لان هو سترنج فار، لان هو هياخد حاجة من دول، يا اما في ميل يا اما ميل. فهنعمل هنا سترنج فار بره، بحيث ان هنا كده هقوم قايل الفاليو ايكوال سترينج فار، هو من نوع سترينج فار بالشكل ده كده، بحيث ان انا عايز مثلا اما اضغط على الزرار، على الزرار اللي هو البوتون ده، عايز اللي يحصل ايه، اللي يحصل انه هيجيب لي فاليو دوت جيت.
هيجيب لي قيمة الفاليو دي كام، اللي هو الفاليو بتاع النافذة المنبثقة في ميل ولا ميل ولا ايه بالظبط. فلو فتحت وضغطت هنا كده على في ميل، فمثلا دلوقتي انا حددت في ميل، اضغط على جو هيقول لك في ميل فعلا. طب اضغط على ميل، فانا دلوقتي حددت ميل، اضغط على جو هيقول لك فعلا ميل. فمن هنا جاب لك قيمة الفاليو اللي مضغوط عليها. يعني انت تقدر تعرف قيمة الفاليو اللي مضغوط عليها عن طريق ان انت تمرر له هنا string variable اللي هو او string var اللي هو ده كده، بحيث ان انت لما انت بتضغط على في ميل بيكون قيمة السترينج var ده في ميل، ميل يبقى قيمة السترينج var ده ميل، وانت تقدر بعد كده من السترينج var ده تعرف هو ضغط على في ميل ولا ميل زي ما احنا شفنا فوق. طبعا انت لو لاحظت ان انا لما اجي اشغل كده هتلاقي ان هو في البداية ما عليهوش قيمة. ده حصلت امتى؟ حصلت اما انا مررت الفاريبل اللي هو السترينج var، حصل ان هو ما عليهوش قيمه. بعد كده اديله في ميل بقى في ميل، اديله ميل بقى ميل. طب هو في البدايه ما عليهوش قيمه ليه؟ لان قيمه السترينج var اللي اسمه value في البدايه ده هو ملوش قيمه، ده هو سترينج فاضي. فانا عايز اديله قيمه في البدايه ان هو ميل مثلا، فخلاص هاجي هنا واقوم قايل له value equal ميل بالشكل ده. فدلوقتي لو انت جيت تفتح هتلاقيها فعلا مختار ميل. هنا انت اخترت ده فكده بقيت في ميل كده يعني. طبعا انت ممكن ما تعملهاش كده، كان ممكن تعملها بطريقة تانية عادي. يعني انت كان ممكن تشيل دي كده خالص وتيجي تحت هنا تكتب option menu dot set وتكتب ان هي ميل بالشكل ده، فكده هيخليها لك ان هي ميل في البداية، او ميل في البداية ده معناه ان السترينج فار في البداية قيمته بقت ميل. غيرها انت براحتك زي ما انت عايز. فدي القيمه الديفولت اللي البرنامج هيفتح عليها، يا اما تعرفها من هنا يا اما تعرفها من الفاريبل زي ما احنا قلنا فوق.